لم يكن سهلاً على ياسين مغادرة بلاده مرغماً والانفصال عن عائلته في سن مبكرة، ولكن ظروف الحرب في السودان أجبرته على سلوك طريق الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى فرنسا بحثاً عن حياة أفضل. العائلة بتاعي في السودان، خليتهم في السودان وذهبت وحدي، وعسي لدي 5 أيام في فرنسا. وصولي إلى فرنسا كان أنا جيت بطريق تونس بعبر البحر الأبيض المتوسط، فكانت الرحلة شوية صعبة. ذهبت إلى 7 دول لحد الحمد لله ربنا حصلني إلى فرنسا، وكان المعاناة كان الأكثر في إفريقيا. تستقبل فرنسا كل عام آلاف المهاجرين القُصّر الذين يصلون دون أهاليهم إلى أراضيها، ونظراً لأن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية لهؤلاء الشبان، قررت السلطات الفرنسية التحقق من أوضاعهم بعدما ازداد عددهم بشكل كبير وظهرت حالة انحراف وعنف بينهم. القُصّر الغير مسحوبين بفرنسا محميين بموجب اتفاقية حقوق الطفل، فعلى الدولة تحمل مسؤوليتهم كاملة من ساعة دخولهم الأراضي الفرنسية، ولكن المشكلة هي في إجراءات تحديد إذا ما كان قاصر أم لا. قد لا تستطيع السلطات الفرنسية إيقاف توافد المهاجرين القُصّر غير المسحوبين بذويهم إلى أراضيها، لكنها تأمل في ضبط ظروف إقامتهم وحمايتهم من الشبكات المشبوهة التي تحاول استغلالهم في أنشطة جنائية. غالبية هؤلاء القاصرين غير المسحوبين بذويهم والذين يقصدون فرنسا يأتون من غرب أفريقيا من مالي وغينيا وساحل العاج، ويشكلون حوالي 60% من دفعات المهاجرين وفقاً لمديرية الحماية القضائية للشباب. زينة عدي، الحدث، باريس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.